مش تورم البناء الذي اسخل شنو اسخل مدير بنيه مركب وزارة الشبيبة والرياضة اسمه مركب سياحي. هذا مركب سياحي في تيزي موانو كيف كتعرفوا الشاطئ نتاع تيزي موانو. قوم سقلي التوارم تري غلا باقاش زعفان اقل مجموعة مركب ثقافي اللي غادي يكون في تيزي موانو غادي يكون سياحي. ها هو سقلي معاوني اقوم سقلي سقلي هذا قديش الزيارة ذا غادي يجي موانو الشاطئ غادي يجي موانو الزيارة نشي تكيد على حسب الشاطئ او المركب الثقافي من غادي يدخل خرب حارة ومن غادي يدخل نشكم مثل المنطقة مثل قد سيدار من غادي يدخل قوارة من شغلنا اخويا عظيم مشينا وخصيت مونات البنيات التحتية يعني التجهيزات والو وغاد شي تجهيز شنو نكوا شنو نخدم انا بحال واش هاد حد زنو زيان ما نوزغش داهمي الجوات ديال الميزي غنستخدمو لان خصها لابد ديري ديري شي موينه فيها خصها الدوله غتكتاني غتجهز من المنطقه اخشن غاد السانيتا يعني هذا غاد السار بحاصه غير جدي السار خصها تعاوني وانا ديك المشاريع السياحيه تيم مزيانين هذيك السيني قبل نسن في نفس الوقت وانا خدمت انا بحال نهار صندل غاد تستافد المداخل في نفس الوقت ولا انت في الماني غطرح حنا تاع هي حنا مسكين في هذا الخدمه الخوذ بلا ما شي خصها تحد تحان تخشى نحاش طمو لان بلا ما ديالنا ديني وداني تساري تعجب لا سي دوره ديني ودان تعجب اصربحه وني دغيا صغار بحال خصها هي في مرمي موات ديري السيفوا
المهم غادي ضروري تقيمي شي حاله اللي خصنا هي اللي غيجنا جانا دور المشروع منظم الصيانه يعني مدير الدخل وديو شنو تحارب ومخزنيه صافي كسي ولان ولا مش قال ولان قاي ولان تابعين المملكه المغربيه قواتي والمواطنين الاعداء الدوله اللي غيجنا كلشي يخدم ذي الجلبه شنو جيرتي للسياحه داخليه سياحه داخليه سياحه داخليه ما تشجع نمشيش نقبل ما ديك الصباحيه ها كي شي يستخدمي وكان في نفس الوقت هاد التسنيو ظل ما انت في مريغا يعيها هذا يا خويا وبالنسبه للمركب الثقافي وين هما السيس قليا وسمي خو المركب الثقافي هي 55 مليون درهم ياك 57 مليون درهم الخو المركب الثقافي بالنسبه غاس قليا من صغير يلقى تما غادينا اللوحه تما مدينه سياحيه المعنى سير الالعاب للاطفال مش قاش يخدم مني وذان يخدم مني وذان واه 100% قال هذا المشكل يسمى تخدم البنيه العامله للمنطقه بس ما التوين كي انتشرون يتوبون الشركات اللي غادي ينتشرون غادي الشركه واه قال اش غادي يخدمني تو تخدم زيد الدار البيضاء ولا زيد ماشي 50 100 60 100 تخدم زيد هذا المنطقه ما يخدم غير 1% زيد ميثا ولا المنطقه 1% واخدم ايوا 1% ماشي ما يخدم ماشي غادي تكون تفطن تحمل التفيرما عندها يخدم اني غادي الشركه تتوبون واش تخدم انت والله من تاقا غتبدا واو تهاجرين شغل خارج الشركه نيتو بول خينو ولا سيتي شي مشاريع قرات قرش واخا كي غاس القانون يخدم نينو قبل ما نروح غير خصني نخدم غير البلد باش لان شي نادي مازيغ المنطقه وغاس بو الشركه باش تبدا من على المشاريع على اني هنا غتبدا بنا المركبات بنا المدارس المستشفيات السبيطارات فهمت شنو اللي غاس الاوراق يستخدم باش تخدم لي يد العامله نزل تروح تخدم تشكي الدار بيضا دروس يقدر يخدم سانيتاسي الشباب يخدم اغلبيه المنطقه الشباب ذارف خدم نواني واني ربحه يعني وراء البحار في اوروبا انا بقول سيري بوليس سيري خدم ديتي هذا واحد تبوظ العنصريه وهذا الغلط تقي الدوله خصها تصحح كنت صحيح زيد تشجير الغابه ويلي كوربون غادي نبدا غادي ديال المركبات السياحيه ماشي يمكن المزيغ ناس قلوات تخدم الخدمه هو ويعطي اه خصنا الخدمه واتي في نشاو والو واش خدي من جهه قال لي الشركه راح تقول الطلبات والو والو ترى حار مويه من على غرب متوسطي حتى وين الطلبات خلاص اساس الطلب روح لا نشري غا نشري غا باش نمشي السيف فيني مين غيسيف باش نسيب انت نسيرو حال البرلمان يقرز ليه ديكم تخدم مثلا غير ولا مبوح ماشي خمسة تقول سيسي ولا خمسة وان تا خوفو سن سمو ازريق شي شد لا يني خمسين وا لا قاش لي خدمني تو غياس ولا خمس والو باش يتما ايوا خدمني تو حديك السياس روح حدي تعاس وا وا خلا الخوف شاهد المقعد من جهه سكن المدينه هي مسكن المدينه هي ماشي المعلومات المدينه هي تروح تبدل القلعه هي واه واه القلعه تسمى القلعه هذه الافلام ديال الرومان تقول القلعه ديال مدينه تسساسه حقهم تايت المدينه تسساسه ايش المدينه اقدم مدينه في المغرب يمكن في العهد الرومان ولا ما قبل الرومان امن امن سقل لله غادي نجي التاريخ هذا ما بقاش قلنا غادي نجي المدينة نجي القلعة دانيتي يمكن ما قبل الرومان او ما قبل الفينيقيين او غادي نجي التاريخ ضم قراني نجي القلعة كانت هنا واحد القلعة قديمة جدا والان بعد الانهيار او البركان تودرات هذه القلعة يمكن لأنها منطقة بركانية
لان هذه المنطقه منطقه بركانيه اللي كان فيها الناس في العهد الحجاري كانت هذه القلعه وقال انهيار كيف كنشوفوا وكيف كيقول التاريخ. جينا باش ندير واحد الروبورتاج هنا الناس اللي كيجيو ما كيلقاو فين غادي يتخبعوا ولا بدا يكونوا كيتخبعوا هنا. واش قليه قليه روح هذا هاكا و انت يجي ممشان لاكتشاف جديد لان توا عاد الحجاره توا خبشن كان تنقيب على هاد التنقيب الحجاري ولا ماشي تقيل وين؟ لأن توا بركانية. قلت خذينا غير الغلا خا. لأن قاون توا أماكن بركانية مش هذا تقلبات أو انهيار. وين تخسر الحفريات يخسر وزارة الثقافة؟ هو. هذه قاعدة تسكر يعني. التنقيب. إني تقيل الحفريات تسقى من توا وانيش بوكي باغا ازرويه وجبو عادي يمكن تو هذا الميناء تو هذا اتصل الحوايج تو هذا نيتي ديال المنطقه هي يمكن نضرب حاجه هنا لا البركان سقلي لان البركان سقلي مين جاي يدق فيا زعما راه شاد الاثار ديال سادي اقشوا يمكن داين تيقشر كنز ساعه اش توري غنشد نيتي اقشوا واحد فارده شخص جاري التواريخ سنج يمكن هو ذر كنز لان الكنز تيري غاسي شنو الاثار وتيري شنو شن خاش ما زرو غازرو خد السند غازرو خبش ندايس تبلا عندي داك الكور غازرو غازرو داك الكور غازرو خبش نكزرو غازرو تكسن حاريا تفهمه فهمت اسي سقليني ولا غازرو تكسن حاريا التارن تبلا عندي تمشاني غير امشاني حفار ماني غاتعوض هاكاون باش الناس يغرسو كان كيغرسو فيها دابا ما عرفتش بقاو كيغرسو فيها ولا لا واه توا نقد سنا من موالي جينا الروبورتاج خو مرابن شنو لقيت واحد ربنا قش بلا يناقش طري قوم كيما هذا الشاطئ سيدي مسعود كاين الناس اللي مشي في المنطقه ما كيعرفوش هذا الشاطئ في الصيف كيتعمر بزاف هذاك اللي كتشوفوا ليه سيدي الحسن سيدي مسعود هو الوالي تاع سيدي مسعود مغامرة ستلي ها مغامرة واش مبرد ما والو